بقينا نشوف انه كتير جدا جدا من الاطباء هم ضد الجريمه دي، وحتى نقابه الاطباء واللائحه بتاعه النقابه بتتكلم على اداب المهنه بتقول ايه وايه اللي لازم يتعمل. خلونا نشوف الانفوجراف ده ونرجع مع بعض تاني. من لائحه اداب مهنه الطبيب: على الطبيب ان يكون قدوه حسنه في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا. على الطبيب ان يساهم في سبل حل مشكلات المجتمع الصحيه. على الطبيب أن يستغل كل مناسبة للقيام بالتثقيف الصحي لمريضه وتعريفه بأنماط الحياة الصحية. على الطبيب أن ينبه المريض ومرافقيه لاتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن يترتب عليها، ويجوز له طلب توقيعهم على إقرار كتابي بمعرفتهم بذلك. الحقيقة لو خدنا بالنا من لائحة أداب المهنة هنلاقي إنها بتتعامل مع الطبيب مش باعتباره حد بيعمل وظيفة، إنما بتتعامل مع الطبيب باعتباره الحكيم اللي الناس تلجأ له، وإنه بيلعب دور تنويري في كل مكان، سواء في القرية أو في منطقة شعبية أو حتى في المدينة، لأن بتحمله مسؤولية التثقيف وتوعية المريض وأهله، وبالتالي الدكاترة هنا بيلعبوا دور مهم جدا جدا. ومهم كمان إننا نمدهم بالمعلومات حوالين الجريمة دي ودرجة انتشارها علشان يبقوا شايلين معانا المسؤولية وهم عندهم وعي، لأن كتير من الدكاترة متخيل إنه لا 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 ده ما بيحصلش قوي أو إنها حالات فردية. لا، بتحصل، وللأسف الشديد إحنا مؤخرا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لأننا في الصيف ولأن دي يعني عادة بتتعمل في الصيف بعد البنات ما يخلصوا المدارس، شفنا حالات وللأسف بقت جرائم كبيرة، منهم بنت ماتت، 3 بنات باباهم ختنهم مرة واحدة. يعني الحقيقة الدكاترة هنا لازم يكونوا حائط الصد الأساسي.